إنها ليست عملية تهديم لمسكن فوضوي، بل هي مبادرة خيرية قام بها شباب من بلدية عين ونمان بجنوب سطيف، تطوعوا لإعادة بناء منزل لهذه المرأة التي عانت الويلات رفقة ابنتها في كوخ لا يحفظ الكرامة ولا يقي من الحر والقر. راني قدين عمنا في هذا الدار، وليا التراب يطيح عليا، القطر عليا، الدنيا كلها عليا، بصح ما عندي ما درت. ما قدرتش لي باش حتى نلبسهم، ما قدرتش حتى لي باش نعاود لهم كشمان، نعاود لهم نرقحهم، ما قدرتش. وحالة الدار كانت مخدومة بدار تاع الطوب تاع العرب، الحجر، القطرة، التيرنيت، سخانة، محروقين، شتا مقرفين، الميوهات لا صبت المطر خلات وخلات، كل شيء يتشمخ، كل شيء واللي يجري في صافي، انه خاصة انه الكوزينة في شاور وشامبرا في شاور والحمام مكانش. الشباب من الجيران شرعوا في العمل بوسائل بسيطة وينتظرون التحاق الخيرين. هذه عمتنا لويزا غاضتنا فوق الحد هذه، شقت قلوبنا اكل، درنا مبادرة احنا الجيران، انا ذوك نريبولها في الدار ورانا متكلين على ربي، ان شاء الله ربي يلحقنا، ان شاء الله يا ربي يلحقنا حتى نشريولها اللبسة اللي تلبسها. نبنيولها بربي ان شاء الله ونحوسو نخلصولها في اقرب وقت، لاخترك شرانا كيرين لها دار برك ساكنة فيها، ونطلبوا من المتطوعين يجيو يعاونونا. زوالية رانا حابين نعاونوها، نحوسوا على اليد العاملة. هي بسمة بدأت تعود إلى خالة لويزا التي كانت تحلم بسقف جديد يخفف عنها ألم المرض والفقر. كثر خيرهم هذا وكثر خيرهم، هذو داروا الوجه الله، ما داروش الوجه، يعني أنا وجهي ما عندي حتى وجه، وجه الله هو العزيز. أي شاب، أي إنسان، أي مخلوق تطوع في العمل الخيري هذا ربي يجازيه وربي يحفظهم إن شاء الله. المبادرة انطلقت بقرار شجاع وبإرادة ستحول الطوب البائد إلى سكن لائق.